حنا سوق البركه لبيع الملابس الجديده، جينا اليوم باش نوصلوا الرساله ديالنا للسيد العامل، على اساس اننا حنا كسوق عندنا واحد الشراكه مع السيد العامل ومع رئيس المجلس الجماعي في اطار ادماج الناس داخل السوق وهيكله الاقتصاد. حنا هذا الالتزام ديالنا مع السلطات كملنا به، جينا 5 سنين حنا في السوق، كافحنا وناضلنا باش هذاك السوق ينجح ومتمسكين بالمحلات ديالنا، مستفيدين في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ادماج الناس ديال الفراشه في داخل الاسواق النموذجيه. وبالتالي رساله ديالنا للسيد العامل اننا كنطالبك كبيع او شراية كملتزمين بالبنود ديال الشراكه اننا غنبقاو في السوق، ولكن المطلب ديالنا ديال ازاله الفراشه من شارع ديال لسان الدين الخطيب وشارع ديال الحسن الثاني غادي يستمر لاسباب حنا هذيك المبادره عاجبانا وغادي نتمسكن بها، ولكن هاد الفراشه اللي كيجيو يحطوا في الشارع هذيك راه موضعنا، حنا اللي كنا كنفرشوا فيها، حنا اللي كنا كنفرشوا فيها. لا يعقل اطلاقا ان يجي واحد من القصر الكبير كيبيع يشري بالجمله ويجي واحد من طنجه ومن واحد من السوق الاربع ويفرش لنا في الشارع اللي هو حنا كنا كنفرشوا فيه، ويديروا لنا يحوطوا لنا السوق يخنقوه وحنا ما نبقاو نبيعوا وما نشريو، راجعنا تما. والعواشر هذه والناس ما عندها باش تعيد، كاين الناس بولاده، كاين الناس عندها عائلتها الاسر ديالها ما عندها باش تعيد. الرساله ديالنا للسيد العامل الله يجازيك، السيد القايد داير شغله، رئيس الدائره السيد العربي والقايد المقاطعه السادسه ولا الخليفه فتحيه عاملين شغلهم، عاملين الالتزامات ديالهم، حنا بغينا واحد الحل جذري فهذيك الموضع يكون واحد الخليفه او قائد مكلف بهذيك المنطقه من اجل زولنا الفراشه، لاننا حنا جعنا والمطالب ديالنا هي حنا وصلناها وغادي نستمروا في النضال ديالنا، لاننا متمسكن بالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه ومتمسكن بالسوق ديالنا. حنا سيدي من سوق البركه ان شاء الله يا ربي، حنايا كنا حنا الاولى في ذاك الشارع، كنا حنا الاولى كنبيعوا ونشريوا واحترمنا السلطه ودنا مجهود كبير باش دخلنا لهذا السوق المبادره، واحترمنا السلطه واحترمنا السيد العامل الله يجازيه بخير، ودخلنا لذاك السوق وبغينا ننظموه وصبرنا وجعنا وخسرنا راس المال ديالنا كبير، كان راس المال كبير وخسرنا تما وصبرنا باش ننجحوه. ساعه جاوا هاد الناس من القصر كيبيعوا لنا حنايا بثمن زايد الثمن، وكيجيو لهنايا عندنا العرايش ناقص الثمن. حنا اضطرينا، حنا جعنا، حنا ما عندناش باش نشريو العيد. حنا اقرب تما في ذاك السوق اكثر الناس اللي دراوش واكثر الناس اللي ارماله، المراه اللي تشوفها تمايا، المراه اللي تشوفي المراه تما كامله هشاله ارماله ما عندهاش الراجل وكتخدم على وليداتها اللي تما. هذا عار زعما كاين اللي يجيو هاد الناس من فاس من مكناس من طنجه من دار بيضاء كيبيعوا للناس بالجمله ويجوا لهنا السوق، هذاك السوق ديالنا حنايا حنا اولى به، لا يجي شي واحد حنا اولى به. والله ما عندنا باش نشريو حتى الزماد الحولي، باش يلي الحولي باش باش نفرحوا ولادنا. يلا الله يخليك خايله موقف معنا وسعادة العامل كان الله يجازيك بالخير وقف معنا. الاخ اذا كان عندنا هاد السوق كنا حنا راه اولى بهم في الشارع، حنا اولى بهم، ولكن باش يخلونا يضرقونا فيك السوق ويخرخونا الفراشه طيحتنا القيمه ديال السوق، ما حنا اولى بها، حنا نطلعوا راه حنا نوليو نديروا فراشاتنا كما العاده، راه غنوليو كل واحد الخنشه ديالو كما العاده، راه حنا كنعانيو بالمشكل. واش اللي انسان بوليداته قاعد بوليداته واحد اخر يجي من بلاد اخرى ماشي من البلاد ديال ويجي يبيع ويشري يدي الفلوس ديال يدي العمله العريش، وحنا ولاد العريش نقعدوا نموتوا بالجوع؟ لا، هما يبيعونا بالجمله بثمن وكيجيو يبيعوه هما بثمن اللي كيبيعونا هما، هذه راه لا يعقل.